صباح الخير ومتابعي اليوم السابع، مكملين معاكم تغطية جلسة الفنان رشوان توفيق والدعوة المقامة من ابنته ضده لإلغاء توكيلين لمنعه من التصرف في أمواله. ومعانا برضو دلوقتي الدكتور مجدي مهران وفريق الدفاع الخاص بيه ليكشف لنا كواليس الجلسة وما حدث بها وقرار القاضي. اتفضل يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة الجلسة انقضت اليوم على لا شيء، إذ حضر الحاضر عن الأستاذة آية الله رشوان توفيق وجحد الثورة الضوئية اللي هي خاصة بالإقرارات الموقعة منها ومن خصوم المدخلين اللي هو نجلاء الأستاذ محمد عصام وزوجها سعادة المستشار عصام. الحقيقة الأصول دي موجودة وإحنا نقدمها الجلسة اللي جاية، ولكن عدم حضورهم وتأجيل الدعوة لإعادة الإعلان يدل ايضا على حرج الموقف بتاعهم وافلاس الدفاع، والدعوه قد تم تاجيلها لجلسه يوم 1 يناير لاعاده الاعلان وتقديم الاصول، وان شاء الله نلتقي في الجلسه القادمه. شكرا. سؤال يا دكتور، حضرتك كنت طالبت الجلسه اللي فاتت باضافه خصوم جدد، يعني انا كنت حاضر الجلسه وشفت البنك كان حاضر، ممكن حضرتك بس توصف لنا الجزئيه دي؟ البنك كان حاضر، هو الخصوم الجدد لم يحضروا والمحكمة قررت تأجيل الدعوة لإعادة إعلان الخصوم الجدد. وحضور البنك؟ البنك حضر، والحقيقة بنك دفاعه واهي جدا، احنا اختصمنا رئيس مجلس الإدارة واختصمنا الفرع بتاع البنك، لأن الفرع بتاع البنك اللي لديه أصول الشهادات الخاصة بالمطالبة في الدعوة الفرعية، وهي شهادات البالغ قيمتها 893 ألف جنيه، وهي موضوع الإقرارات والمملوكة بالكامل للفنان القاضي رشوان توفيق، وهو كان وضعها كأمانة باسم ابنته على أساس في مانع أدبي وثقة كبيرة قوي بينه وبينها، وهي الحقيقة لم تقدر هذه الثقة وجحدت العلاقة اللي هي بينها وبين والدها، ولم تقم بالإحسان للوالدين كما أمر الله سبحانه وتعالى، وقامت الدعوة بدون وجه حق، وخدت الأموال التي قد قام الفنان رشوان توفيق بادخارها للأيام الصعبة وهي أيام العمر الكبير، وقد بلغ من العمر 89 سنة محتاج إلى أمواله التي ادخرها من حصيلة عمله طوال 60 عاما. النهاردة هو بيعاني من أمرين، الأمر الأول جحود الابنة وهو أمر كبير جدا، والأمر الثاني هو انقطاع العائد من حصيلة أمواله التي ادخرها خلال جهد السنين الطويلة. نأمل إن شاء الله من الله أن يرد له الحقوق ويرد له ابنته إلى الطاعة، ونشكر حاضرين. متابعين في اليوم السابع بيسألوا يا سيادة المستشار على هل في صلح، هل في يعني بنت الفنان والفنان هل في يعني دعاوى للصلح أو مبادرات للصلح؟ الحقيقة بالنسبة للصلح احنا كلفنا بالحضور ونادينا من الوهلة الأولى حتى الآن بالنادي الابنة للدخول في طاعة والدها والالتزام بالإحسان الذي فرضه الله سبحانه وتعالى على الأبناء لوالدهم، وبنطالبها باللجوء إلى البيت الكبير، بيت العيلة اللي تربت فيه واتولدت فيه ونشأت به، والذي أقام لها كل مدخراته في سبيل إسعادها، إنها تلجأ إليه وتعيد العلاقة الأبوية وعلاقة الأسرة وتدخل السعادة بالالتئام بين أفراد الأسرة والصلح بينهم. وطبعا احنا مش بنفرض شروط معينه، ولكن بنقول الصلح ده بشروطه او عدم شروطه بتكون داخل الاسره وليس في ساحات القضاء. شكرا جدا يا سياده المستشار، شكرا لحضرتك جدا.